وقت نقول الهجرة نقول يا نمشي نقرا ولا نمشي نختم برا. أما زيدا وقت نقول الهجرة نقول للحرقة للدليان. الناس اللي يهاجروا للدليان يلوجوا على أحسن نسيان الميزيديا. سامحوني يا ماما وبابا نخرج من برا لوج على خدمة بلادنا فيها البدالة. كم عش أسأل أين واش بلادي؟ أين النخيل وأين الدفا الوادي؟ عن عاشق المهاجر البلاد ونخلي مثيها والجاري وراء المال والأمجاد. وقت نزيه نقول باي باي بلادي الحرقة تقدع لي إفادي. شبيك ما خدش علاش الأم ولدها تبيعها وتبعد باش تحميه من جوع وتدفع فيها. وعليش البو يتمع ويتمع ويقبل حيدان ولده في فم المدفع ودفيعه. صحيح يهرب من الدهميش والبدالة ويهدد فيهم الحوت الجيعان والموج القدالة والثهرة الغريبة البنات والنساء الحبالة والوليدات الصغار جيعانة. استقدام افريقيين مجروع الفاشل شلاب للإهانة وفلوس الحرام المهدانة. والحبوسات بلمبة دونس مستنية المليانة تفيق من المنامة. والديمة لما نقول الهجرة ندبحو للجنة. وفي الحقيقة الهجرة مذلة وإهانة. والنهاية الهجرة تكون ديما رجوع وتسلسلة في الديارة. علاش يا بلادنا توصلنا للمهزلة والصراف الخوابة والإيثاق. قعدنا واستثمارنا في ديارنا يفتحنا ربي طريقنا نواره.